السلام عليكم، معكم زكريا بلاش ومرحبا بكم في حلقة جديدة ديال الكاسك على قناتكم كيوالو. هذه الحلقة مهمة بزاف وخاص كلشي يستمع حتى الاخر. عزيزي المستمع، يتوحشك الخير. ايه، كنفترض انك توحشتيني وهذا الشيء يثلج الصدر. اول حاجه قبل ما ندخل صوب الموضوع، بغيت نشيد بالمجهودات اللي كدير الدوله بسطحها وعمقها في مواجهه الازمه الصحيه، وكذلك بالجهد اللي دايرين المواطنين من اللي جالس دارو حتى اللي خارج كيصنع الكمامات ولا كيليفري. شكرا لكم كاملين. المغرب وبحال بزاف ديال الدول مازال مقاتل مع جائحه كورونا، الحجر الصحي مازال كاين واغلب الصناعات واقفه، وهادشي غيكون عنده تداعيات كبيره على الاقتصاد ديال البلاد. احسن سيناريو هو ترجع الامور لمجاريها في شهر 6. هاد الحاله الخساره غتقدر باكثر من 70 مليار ديال الدرهم، وغيكون تراجع 5% في الناتج الوطني خام البي بي من غير القطاع الزراعه والتغذيه اللي مازال خدام، واللي تهو كل العصا مع الجفاف اللي جا هاد العام. 44% ديال التساقطات ناقصه شكلت تراجع ديال النمو مقدر ب 2%. هاد الارقام كامله غير باش نقول لك انه ما يمكنش نقولوا العام زين، وخصنا في نفس الوقت اللي كنحاربوا فيه الازمه دابا نفكروا كيفاش غادي نتعاملوا معها ملي دوز هادشي كامل. اول خطر يقدر يواجه المغرب هو النقص في العمله الصعبه اللي كتخليه يشري داكشي اللي خاصو من برا، يعني الواردات، وهو خصوصا الطاقه في شكل البترول، سيارات وقمح. هاد العمله الصعبه كنجيبوها من هاد الامور اللي تبان لكم تحت، يعني مثلا زراعه، تغذيه، فوسفات، سياحه، ولا تصدير السيارات. المشكل هو انه معظم هاد الصادرات القطاع ديالها حابس، يعني من الاخر ما كنبيعو والو. زيد على ذلك انه واخا في الحاله العاديه المغرب عنده خلل في ميزان المدفوعات، يعني داكشي اللي كنشريو اكثر من داكشي اللي كنبيعو، وهذا الشيء راجع بزاف ديال الامور. اولها ضعف القيمه المضافه، واخرها عقود التبادل التجاري الحر اللي ماشي في صالح المغرب، ودو امور نقدروا نهضروا فيها من بعد. اخر ازمه ديال العمله الصعبه عرفها المغرب كانت ما بين 1981 و1984، واللي كانت مرفوقه بانخفاض قيمه الفوسفات في السوق الدولي واسراف في الانفاق العسكري. العجز ديك الوقيته كان مقدر ب 7%، وخلى المغرب وصل انه ما بقاوش عنده الفلوس باش يشري من برا ويسدد الديون ديالو. وكيف اي واحد فينا، اخيب حاجه انك ما تقدرش ترد الدين اللي عليك، حتى كتعطي فرصه اللي مسلفك يحل عليك فمه. وفي ذاك الوقت صندوق النقد الدولي حل لينا فمه مزيان، حيت فرض على المغرب سياسه التقويم الهيكلي، البلان داجوستمون ستركتوريل، اللي مازال لحد الان كنعانيو من التداعيات ديالو، وهو اللي عبر عليه محمد الجم بواحد الطريقه اكثر من دقيقه. خاصة يخصخصوا بحال كيف وقع الدوله الان، كتخوصص باش تخلص حتى شي نهار تلقى راسها جالسه على الدص. بزاف ديال الدول من غير المغرب لقات راسها في ظل هذه الازمه امام مشكل ديال السياده. الاسواق الماليه والشركات خرجت على الطوع ديال الحكومه وبالتالي عن اراده الشعب. في هذه الحاله الحل اللي باين هو الدوله ترجع الشركات والقطاعات المحوريه، ولكن هذا الحل بالنسبه لينا حنا ترقيعي، لانه ما يمكنش نعيشوا في واحد العالم اللي الدوله كتشري الخساره والشركات كتشري الربح. كنذكر مره اخرى، راه الدوله راهي حنا، هي الضرائب ديالنا والعمل ديالنا كشعب. ما يمكنش ملي نجيو نخوصوا الشركات تطلب لينا ضمانات على هامش الربح، وملي نفس الشركه تطيح في مشكل نجيو نشريوها ونعاودوا نبيعوها بدراهم معدوده عاوتاني من اللي زيان العام. كنذكر وما كنتفائلش انه الازمه الاقتصاديه اللي هضرنا عليها كانت تحولات الى ازمه اجتماعيه ذات افق سياسيه، وخلت المغرب يعيش اكفس حقبه في التاريخ ديالو الجديد، وهي اللي كنعرفها بانتفاضه كوميرا. عزيزي المستمع، راه جا الوقت اننا نهتموا شويه بالسياسه، لانه هي اللي كتحكم جزئيا بالواقع اللي كنعيشوا فيه. راه من الواجب علينا اننا نعطيو وقت ونفهموها، وعلاش اللي ما نشاركوش فيها. السياسه اللي محتاجه البلاد دابا هي في الميدان الصحي الاجتماعي والتدبيري، وكنعاود نقولها انا جد فخور بالمجهودات اللي كاينه من مساعده للناس وتعبئه الوزارات كافه في هذه الحرب ضد الوباء. كاين امور صغار يجب ان تناقش، ولكن ان شاء الله مازال عندنا الوقت ليها من الامور ترجع النصاب ديالها. في نظرنا الجانب اللي خصو دابا نستعدوا ليه هو الاقتصاد، وداكشي علاش كنطلب منك عزيزي المستمع تفكر معايا كيفاش نقدروا كدوله وكشعب نواجهوا الازمه الاقتصاديه بحجم هذه اللي كتسنى في الدور. غادي نخلي السؤال مفتوح قبل ما نرجع نجاوب عليه في بودكاست جديد، وغادي نقول لك تهلا في راسك ولا ما ابونيش في يوتيوب، سيت ابونا ولا كيعجبك الشيء اللي كنديروا بارطاجي. يلا دمتم سالمين.